جورج زملكاوي لما كابتن شوقي غريب ضيف كان قبل كده في الحلقه عندنا، وقلت له كان من الافضل ان جهاز يقدم استقالته بعد لقاء جنوب افريقيا ويدي فرصه لجهاز جديد بفكر جديد ولعيبه جديده تلعب الثلاث ماتشات الباقيه عشان ما بقاش فيها يعني ما فيهاش امل، فبالتالي تجرب لعيبه كتير. ده كان وجهه نظره، وبيقول ان المنتخبات كبرى بحجم يعني هو بيتريق غينيا بيساو وجامبيا واثيوبيا وموزمبيق وكينيا وتوجو وتشاد وملاوي وبوتسوانا ورواندا وبنين وبروندي وتنزانيا وليبيريا متفوقه في عدد نقاط على مصر، ومصر بس بتتفوق على تتفوق على جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وموريتانيا وناميبيا وسوازيلاند. دي كده ما ليه ما شافش كاس القارات اللي فات؟ لا ده ظلم. مباراه المنتخب الوطني مع حسن شحاته اصبح له شكل وهويه، اصبح وانت قاعد ممكن تقول ان احنا هنفوز. كنا الاول ايه بنيجي مباراه الصدفه، لكن بالامانه خلينا نكون في صدق في كلامنا، حسن شحاته خلى مع المنتخب اصبح له شكل، اصبح وانت قاعد ممكن تتفرج على كره حلوه قوي، ممكن يعني ممكن تشوف لعيبه بتدي في المنتخب افضل من 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 انديتها. لكن عشان ما نظلمش كابتن حسن جورج شحاته يعني سخن على كابتن حسن شوية، ماشي يا جورج، عايش يا جورج، اهدى شوية. محمد